بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة في تاريخ الدولة الرسولية وهي حلقة من ضمن حلقات تناولت تاريخ هذه الدولة عبر مراحلها المختلفة وأيضا تناولت موضوعات عديدة من تاريخ الدولة الرسولية سنكون اليوم مع موضوع بعنوان توطيد الرسوليين لاركان دولتهم الحقيقه ان بني رسول وان كانوا قد استطاعوا الاستقلال باليمن عن الدوله الايوبيه فانهم عملوا على تثبيت وجودهم في اليمن بشتى الوسائل سواء بالانفصال عن الأيوبيين وتأكيد ذلك الانفصال بأخذ التشريف بالولاية من الخلافة العباسية أو كان ذلك عن طريق تثبيت الجبهة الرسولية أو كان عن طريق مواجهة القوى الخارجية الموجودة في اليمن التي كانت تحكم اليمن أو كانت تطمع في أن تظل هي السيطرة على اليمن فبنو رسول تمتعوا بذكاء شديد ففي المرحلة الأولى من تاريخ حكمهم بدأوا ب يعني لم يعلنوا أنفسهم دولة مستقلة خلال ما يقرب من ست سنوات من سنة ستة وعشرين إلى سنة ثلاثين لم يعلنوا أنفسهم دولة وإنما وظلت السكة تطبع باسم الأيوبيين وظلت أيضا الخطبة للسلطان الأيوبي حتى تمكنوا في سنة الثلاثين من الاستقلال وهذا العمل أيضا أعطى للرسولين فسحة من الوقت لتثبيت أركانهم في اليمن وهذا الذي قام به ايضا السلطان المؤسس نور الدين علي بن رسول عندما اوكل كثير من القلاع والحصون الى من يوالونه وبالتالي عندما اعلن استقلاله كان مطمئنا الى ان هذه القلاع والحصون ستبقى معه. هذا الامر ايضا كان لا يتوقف يعني الاستقلال كان خطوه لها ما بعدها. ولذلك بدأ الرسوليون من ضمن محاولاتهم لتثبيت اركان دولتهم مواجهة ما يمكن ان ياتيهم من جهة الايوبيين وقاموا بمجموعة من الخطوات لمجابهة هذا التهديد سواء بنقل عاصمتهم من زبيد الى تعز او ب محاولة ائتلاف من تبقى من الايوبيين الموجودين في اليمن، وهذا قد بدأه المؤسس نور الدين علي بن رسول نور الدين عمر بن علي بن رسول عندما عرض على ارملة الملك المسعود الايوبي الزواج، وفعلا تزوج بها، واستطاع بهذا الزواج الذي يعتبر من ضمن الزيجات السياسيه. أن يكسب هذه المرأة التي كانت مسيطرة ولها نفوذ وكانت ذات شخصية قوية بمن كان معها من الايوبيين وبالتالي اطمأن إلى على الأقل إلى الايوبيين الموجودين في اليمن ثم هو أيضا ظل أيضا ينتظر ربما خطرا يهدده من الايوبيين الموجودين في مصر ولذلك قام بخطوه استباقيه عندما استولى على مكه المكرمه ونقل المعركه من اليمن الى مكه او الى الحجاز ومن ثم تلاشى اي امل للايوبيين في اليمن وظلوا فقط يفكرون في استعاده مكه من الرسولين. الحقيقه ايضا كان الايوبيين بحاجه بعد ان وصلوا الى مكه الى كسب اشراف مكه الى صفهم، لان الاشراف كانوا قوه موجوده في مكه وهذه القوه كان يتعامل معها كل من او كل دوله تحكم مكه من الدولات الكبيره سواء الدوله العباسيه او الدوله الايوبيه فاصبح الان الرسوليون وما داموا هم القوه الموجوده الجديده في مكه فكان لابد من التعامل مع الاشراف والحقيقه ان الاشراف انقسموا الى قسمين قسم كان موالي الايوبي للايوبيين وقسم ظل كان موالي للرسوليين المهم ان هذه القوه عمل الرسوليون على ان تبقى تحت نفوذهم او حاولوا ان يحسنوا الى الرسول الى الاشراف وياتلفوهم الى جانبهم. كان هناك ايضا في المقابل القوى المحليه الموجوده في اليمن سواء القوى الزيديه الممثله بالائمه الزيديه التي كانت في المناطق الشماليه من اليمن. أو قوة أخرى قبلية في تهامة عرفت بالمعازبة وهم المعروفين المعروفون اليوم بالزرانيق هذه القوة أيضا كانت من ضمن القوى التي يحسب لها حساب في الساحة الاتهامي أيضا تعامل معها الرسوليون وهم يوطدون أركان دولتهم وهذا الأمر عندما بدأه نور الدين عمر بن علي بن رسول بعد أن تمكن من السيطرة على زبيد بالزواج اللي ذكرناه مع من أرملة الملك المسعود المعروفة ببنت جوزة وبالتالي انطلق بعد ذلك إلى حصون تعز والدملوة وحصون المناطق الموجودة في أو أيضا حصون ذخر وصبر موجودة في تعز ثم اتجه شمالا بخطوة عسكرية أو حملة عسكرية سريعة ومباغتة تمكن من خلالها تمكن من الاستيلاء على كثير من الحصول الممتدة بين تعز وصنعاء ثم سيطر على صنعاء وامتد إلى ثلا وإلى كوكبان وإلى حقة ومن ثم انكمشت القوى الأخرى التي كانت تمثل النفوذ الزيدي أو النفوذ الزيدية إلى صعدة هذا النفوذ ايضا بدأ يتقلص الى حد كبير ومن ثم شعر الرسوليون انهم الى حد ما استطاعوا ان يوحدوا او اليمن بهذه الخطوات السريعه التي قام بها المؤسس مؤسس الدوله الرسوليه نور الدين عمر بن رسول الا ان الرسوليون كانوا يواجهون مشكله كبيره هذه المشكله برزت عندما تم اغتيال مؤسس الدوله الرسوليه السلطان الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول، والمشكله ان هذا الاغتيال تم من قبل بعض مماليكه واتهم فيه ابن اخيه اسد الدين الذي كان اسد الدين أه ابن محمد ابن الحسن بن علي بن رسول الذي كان أه والي الملك المنصور على صنعاء وببعض باستخدام بعض مماليكه أه ثم أه برزت مشكلة أخرى أه كان على بني رسول أن ينتبهوا إليها منذ البداية وأن يواجهوا وأن صفهم هذه المشكلة أه هي في تجاوز أه المؤسس مؤسس الدولة ابنه الأكبر الملك المظفر يوسف بن عمر بن رسول وتعيينه أبنائه الأصغر منه الملك المفضل والملك الفائز ليكونا هما ولي العهد وليا العهد بعد الملك المنصور هذا الأمر حقيقة تفاقم عندما قتل الملك المنصور ورشح ابنه الملك المفضل يكون بدلا عن منصور عن الملك المظفر والملك المظفر كان بعيدا عن زبيد في المهجم فاختلف بنو الرسول وانقسموا الى فرق فرقتين بل الى ثلاث فرق لان ايضا ظلت هناك او كان هناك فرقه ثالثه ممثله باسد الدين ابن اخيه مع أخيه أيضا الآخر أبو بكر ابني بدر الدين الحسن بن علي بن رسول الذين أيضا كانوا يؤهلون يهيئون أنفسهم لاستلام السلطة بعد مقتل الملك المنصور واتجهوا أو عاد أسد الدين من صنعاء مع بعض المماليك وبعض الأعيان باتجاه زبيد ليستلم السلطة ومن ثم أصبح الرسوليون أمام خيار أو أمام مفترق الطرق إما أن يوحدوا صفهم وإما أن تضيع منهم هذه الدولة التي بدأت أو ظهرت قوية جدا ثم هي تتعرض الآن لظرف استثنائي ومشكلة هي نشأت من داخل البيت الرسولي وفي الحقيقة أن هذه القوى الموجودة الآن كان هناك نقطة حاسمة وصل إليها بني رسول، أو كان يعني للمرأة الرسولية دور كبير فيها، إذ برزت في هذه الظروف أخت الملك المظفر بنت نور الدين الملك الذي تم اغتياله، وتمكنت من قبض مدينة زبيد بمساعدة بعض مماليك أبيها من الذين كانوا يوالون الملك المظفر. واستطاع آه هذا اللي يدعى بدر آه ب استطاع ان يعني يسيطر على المدينه بالمماليك ويمنع اسد الدين من دخولها آه بعد ان كان على وشك الوصول اليها وحفظت المدينه حتى وصل الملك المظفر من المهجم الى زبيد وتمكن من دخول المدينه وكان دخول الملك المظفر الى مدينه زبيد نقطة حاسمة في ايقاف التداعيات التي كادت ان تعصف بالدولة الرسولية في السنوات الاولى من عمرها في سنة 647 سنة مقتل الملك المنصور. هذه الظروف الحقيقة كان على الملك المظفر وقد استلم عاصمة الدولة زبيد في ذلك الوقت، كان عليه ان يلملم الشتات الرسوليين وأن يحاول ائتلاف الأطراف التي كانت تعارضه بالذات من بيت الرسولي وكان عليه أيضا أن يتعالى فوق الجراحات خصوصا وأن, قد وأن والده قد قتل وهناك أطراف رسولية متهمة في قتله فكان عليه أن يواجه هذا, هذا, هذا الأمر بشجاعة وبقوة وبحنكة سياسية وفعلا كان الملك المظفر عند هذا المستوى عندما حاول ائتلاف أسد الدين إليه وأكرمه وثبته على ما كان عليه من سلطان وأعاده على ولاية صنعاء وتسامح معه رغم الذي حدث وقتل والده والحقيقة أن الملك الأشرف أيضا استطاع أن يأتلف المماليك الذين كانوا كانوا مماليك والده عندما خاطبهم بلهجة عاطفية قائلا لهم لا تجمعوا علينا قتل أبينا وزوال الملك عنا وبالتالي أيضا كان أمام الملك المظفر أيضا خطوة أخرى تتعلق بطرف رسول آخر هم أخواه اللذين كان قد عينا وليي للعهد بعد الملك المنصور وهما الملك المفضل والفائز ابني بنت جوزه وابني الملك المنصور من ثم بدأ الملك الملك المظفر يتجه الى المناطق التي كانت كان يسيطران عليها وهي قلعه او حصن تعز في تعز او في قبل ان تسمى المدينه مدينه تعز انما في حصن تعز وفي الدملوه والحقيقه ان الملك المظفر اتجه بعد ان يعني تم الاتفاق مع الاطراف الرسوليه الاخرى باتجاه عدن وسيطر على عدن وثبت اركان الحكم الرسولي فيها ثم اتجه الى ابين ثم الى لحج ثم انعطف باتجاه المعافر و استولى على كل حصون المعافر باستثناء حصن الدملوة الموجود حاليا في الصلو الذي كان مقر لابنة لب جوزة لبنت جوزة اللي هي زوجة, زوجة أبيه مع أخويه الفائز والمفضل وكأن الملك المظفر أراد أن لا يصطدم بأخويه ولا بزوجة أبيه وأراد أن لا يحدث أي انهيار لي ال لا يحدث اي انهيار في التماسك الموجود في البيت الرسولي والذي حافظ عليه الرسول منذ البدايه والذي في سبيله استوعب اولاد عمه البدر الدين الحسن وبالتالي ترك حصن الدملوه واتجه بعد ذلك باتجاه الشمال باتجاه جبا ونزل في مدينه جبا وظل فيها لمده ثم اتجه بعد ذلك باتجاه تعز ونزل في منطقة الحبيل هذا المنطقة القريبة من قلعة القاهرة الموجود فيها الآن يعني مناطق سكنية ظل في هذا المكان وضرب الحصار على حصن تعز وكان في الحصن بعض مماليك زوجة أبيه بنت جوزة وهناك قصص كثيرة تذكر أن الملك المظفر استعمل الحيلة في إسقاط الحصن بأنه قبض على بريد كان مرسل من ابن الجوزة إلى السلاطين إلى المماليك الموجودين فيها ومن ثم طلب منهم أن يسلموا الحصن أو غير الرسالة الموجودة ومن ثم سقط حصن تعز وبعد ذلك بدأ مفاوضات مع بنت جوزه لتسليم الدملوه، ثم اتجه بعد ذلك بحركه سريعه باتجاه الشمال حتى سيطر على كثير من القلاع والحصون الموجوده بين صنعاء وتعز حتى سقطت صنعاء ايضا واتجه الى ثلاث وكبان والى حجه وحتى وصل الى صعده، وبذلك استطاع ان يوحد اليمن من جديد. تحت حكم الرسوليين واستطاع ان يلملم كل الشتات الذي كان قد حدث بسبب مقتل الملك المنصور، وبذلك استطاع بنو رسول ان يثبتوا اركان الدوله الرسوليه واركان الحكم لدولتهم الناشئه، ومن ثم اتجه بعد ذلك بنو رسول الى التنمية وإلى العلم وإلى مجالات الأخرى التي سوف تكون موضوعات حلقاتنا القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناه راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الاشعار